قلبه. احنا العضله هذه عضله مثلثات احنا نسميها، لازم تنطق بتوخر. يقول جاسم انا سنتين ما خليت مكان، ما سمحت، ما خليت مكان، ما خليت شيء، حتى الشريان اللي هي فتشيته. انا ضحكت نام، نام ريال ودست مردانه وقام يصارخ وزوجته تصارخ، كنت اصب شويه طقيت رقبته وكاسته وبرصينيه حتى استغرب قال شلون، قلت هذا شغلي انا. فقلت له الخميس، هو بيسافر الخميس، بيسافر الجمعه، قلت له الخميس في شيء يلمع في شيء قبل لا تسافر تعال. دق علي اللواء كان يقول ترى جزاهم يشكرك الريال وحمل المطعم. بعد شهر هو دق علي من الوانه عشان يقول لي وين انا كنت، وين سنتين، وكل ما اقول حق واحد ما يصدق اللي فيني. بس الحين من قلت لي وانا عرفت علتي شنو هي، كل ما احس بيني عوار اطق ظهري وهذا. بس ان شاء الله بنتي لي زياره راح اجيك مره ثانيه على اساس انه اباشر معك العلاج. هذا طبعا حاله من الحالات، في حالات كثيره بس ما تجيني تخوني الذاكره فيها. في حاله من الحالات يعني مره واحد مثل حاكنه هم عائله صباحين عد ما ادري هو راعي القناه هذه اخوه. تفضل تفضل. فالمهم يا فقير بعكازه قبلها كان في مدير شركه اصول، كان يقول محمد عندنا واحد من الشيوخ يبيك بس ما يبي زحمه، يدري ان عندك زحمه. قلت له انا قبل الخميس ما عالج، خلي الخميس يجيني ريال، فعنده العوائق قوي. فيعني الاثنين، يعني الاثنين طبعا كان عندي مجموعه من المرضى، يعني سكرتير مالها كان يقول محمد انا رقم 14 انا سكرتير الشيخ فلاني. قلت له والله انا ما اقدر ادخل واحد قبل الثاني، اطلع برا استاذن يا جماعه ممكن ادش؟ قال استحي. قلت له انا ما اقدر اقول حق الناس، كل واحد بدوره، انا هذا طبعي. سبحان الله قعد خمس دقائق اذن المغرب، طلعوا يمكن سبع ثمان مرضى، قمت انادي 10 11 12 وصلت 14 هي دش علي. طالعت ان هذا مو الشخص اللي دش علي، عرفت ان هذا الشيخ. طال طول قلت له، قلت له انت المفروض تجي الخميس طالع، قال ايش درك؟ قلت له انت مو طرف فلان، يقول ايش درك؟ قلت له لازم اكون مشكله. وراني اشاعات، قلت له شو السالفه؟ قال لي انا صار لي شهر منايم وعندي عوار بالورتي. بعض الدكاتره قالوا لنا ارجع نسى، وبعض الدكاتره قالوا لي انه اشتباه ديسك. قلت له الحين خلي الدكاتره على كثره. شفت اشعاعاته، قلت له ماكو مشكله. شيخ انت عندك ديوانيه؟ قال اي. قلت له بالديوانيه ايش قالوا لك؟ اللي قال لك امي شويناها ابوي ودنا عمليه. شوف طالعني قال والله محمد كل ما اي الديوانيه يقولوا لي ارجع علي مره ثانيه. قلت له عوارك تبي يوم اليومين؟ قال لي صار لي شهر منايم. بجلسه واحده يمكن نص ساعه اخذت على المي المرضى، طقيت ظهره وسحبت هذا وسويت حجامه كاسته وبرصينيه وسحبت الدم من الورج. قام نسع نسع عصاته وراح. هذا حكي يمكن حوالي الحين ثمان سنوات تقريبا. الله فهالحالات تكون اهم شيء التشخيص. ابو محمد هذه كانت وراثه، ماخذها وراثه يعني من الوالد؟ انا يدي كان يعالج حج عبد الله بغر الله يرحمه، طبعا كل موتانا كل موت المستمعين. آمين. وكانت امي متعالج يدي علمها على اساس تعالج حليم. فانا كوني كنت لاعب اتعور، يعالج امي تعالجني يدي عالجني. ساعات مثلا عندي عبد الله معيوف تعور اودي عند يدي، مثلا حمد ابو محمد اودي عند يدي. نعم. فاقعد ساعات ازور يدي اشوف الحالات يعلمني، ساعات بالمنتخب عبد الله عباس رقبتي فتح كمين فاتذكر شو يسوي. حمد كرم ما عالجته؟ حمد كرم لا اكيد ما يتعور ما يتعور. بس مره كنا بالهند بالدرع سوية اللي اخذنا فيها الفضيه، حاشه تمزق. طبعا احنا كنا قاعدين من الفندق والدكاتره الصوب الثاني، فقام الصبح محمد كرم الريل بيضة ريل سوداء. وكرم كان يقول انا من العوار حطيت المطار نمت فيها، منام في المطار حاره المطار كله صار زرقاء. عموما حلقني خالد قبل انا كنت اسوي هذا حلقته كنت طبعا صدق حلقني مره بالهند. انا كنت طبعا بالمنتخب يعني يا اعالجهم يا احلقهم ساعه اطبخ لهم، هذا شيء عادي عندي انا بالملعب. خالد طبعا انا ببارك ليوسف، لو انه بارك لي انا اول شيء لازم تبارك وتبارك حق ابو علي بعد نادي كاظم على القادسيه واحد خلصت خلصت سروا القادسيه للاسف سروا. بس احب اكد بس بيعيدون المباراه، انا سمعت مساعد هذا انت قد تساوي ولا يعني اذا عدوها يمكن يربحون؟ انت مزعل؟ لا ما زعل خسرانين بعد. لا بس الملكي يبغى ملكي، بس بيعيدون المباراه. عبد الله يشجع يعني خبر بيعيدون مرة. لا لا يا معود اقول لك نكون لابس ساعه ما يصير. ابو عبد الله عبد الله يشجع نادي الفتاة. لا يبغى التخصيص صار يعطيه مرض بس عاد مو مجال له. زين ودنا نسمع الحين على الهواء ابو كرم. خلينا نطلع شوي بالجو هذا، خلينا ناخذ لنا قصيده نسمع قصيده شيء. ايش رايك؟ بس ما ندري هو رومانسيه قصيده يعني فيها عاطفي يعني عاطفي اللي تبونه اللي يريحك شوف اللي يطلع منك زين. والله شوف هو قضى يعني صار برستيج عند الشعراء الحين يبلش بوطني على طول. حلو. وهذه تفتح لنا طبعا بوابه لعدم الاهتمام في الاوبريتات الوطنيه طبعا القصائد الوطنيه صارت يعني شبه معدومه عند بعض الشعراء. وهذا يمكن يرجع على اساس الاخوان المنظمين يعني نعم. ابسط شيء العيد الوطني وعيد التحرير ما عاد نشوف ذيك الاوبريتات الوطنيه اللي صحيح. حتى الصغار يتبث يعني فيهم روح الوطنيه صح نعم. صح فانتم كيفكم صراحه؟ يلا نسمع وطني. ما في مشكله وطني. يقول
جيتكم شاعر طموحي فوق هامات السحابة، أقسم الغيمة وسيل كل شعر في كل وادي جيت، وفي صدري قصيدة كلها عز ومهابة، تشبه حضوري وتعكس حبي لتربة بلادي من على صهوة قصيدي، وابتع سيوف الكتابة جيت وجيوش المشاعر تعلن اليوم احتشادي للكويت اللي غلاها في خفوقي ما يشابه أي شيء حتى نفسه، لأنه بحال ازديادي انتماء الأرض فطرة ما لها أي إجابة، تستلذ الموت فيها شرع وحقوق ومبادئ، لو دعانا الموت قلنا في شجاعة مرحبا به، نقبل ونضرب ونكسر ضلع من حاول إعادي الشعر صغته لعينك، وانظري كيف انسكابه يوم قلدته وصوفك ذاب مني لا إرادي، يا كويت العشق حاله تسكن صدور الصبابة، وانت يول حب ينبض داخل الصدر وينادي، والحسود اللي تكلم قالها من حر ما به ما درى انه راح فيها عند صلفين الايادي، لو يحاول ويتطاول نكسر عيونه ونابه ونزرع الذله بقلبه لجل يعرف من يعادي، يا سلام الله على دسمان من بابه البابه مزبن العاني لحده من ظروف الوقت حادي، لأن أخو مريم تعلى فوق للطيب ورقابه يدحم الصعبات ويكسر مجاديف الأعادي، لأن أخو مريم تعلى فوق للطيب ورقابه يدحم الصعبات ويكسر مجاديف الأعادي، شيخنا يوم الشدايد ممتلي عزم وصلابه نبذل الأرواح لجله حق لا صاح المنادي، هذنا أبوح بغلاها وارتشف منها شرابه وارفع يديني وندعي من خفوقي واجتهادي، يلا احفظ دارنا من كل شر يبتلابه، يلا ادعوا يا اخواني وارفعوا كل الايادي، هذا انا جيت وطموحي فوق هامات السحابه، اقسم الغيمه وسيل كل شعر في كل وادي. صح مبدع صالح جزاك الله يسلمك. يا اخي دائما الواحد لما يتغنى في الوطن تحس بشعور غريب دائما، خاصه اللي عنده ولاء وعنده حب لهالديره، اللي يدوس ارضها والله يحبها. خالد انا راح ارد عليك ولكن عندنا فاصل، خلونا مع يعني معانا اعزائي المشاهدين، بعد هذا الفاصل راح نرجع لكم. عوده مره اخرى عزيزي المشاهد، وما زلنا معكم برنامجكم غبقه، وردينا مره ثانيه وارحب بضيوفي مره ثانيه، واقول ابو علي تبي النتيجه؟ لا قالوا لنا خلاص. خلنا نقولها لك مره ثانيه شمات عشان ضايقني يعني. الملكي ملكي يقول لك في المباراه الثانيه فاز النصر باربع اهداف على الكويت، الكويت فاز الكويت على النصر باربع اهداف حاضر على الكويت الظاهر. لكن القادسيه صفر. ايه احنا احلام على كام واحد، احنا بغينا نتصدر لو بالاهداف بس، لو اول مباراه اول اسبوع بس. الله كريم. بس هذا حدكم العربي، هذا حد زين عدل. لا فريقكم جيد صدق، اجواء عدوانيه هني بالفرق. لا شوف دام فيها تعصب يعني حط حرتك في المباراه احسن ما تحط حرتك بشيء ثاني. زين خلنا يبقى بالمباراه، خلنا بالرياضه، خلنا بالرياضه احسن. انتم في بدايه طار الرياضه كلها مشاحنات هني، الواحد دبلوماسي ما يعيش بيكم. لا والله اخوان وعزيزين طال عمرك. الديوانية أهم شيء أن نطلع، ما إحنا شايلين بقلوب يعني على بعض وأحباب. أسئلة كثيرة صراحة محمد كرم، وأنت نجم الجيل الذهبي، مستعمل الوضع الرياضي في الكويت أنا متأكد، شنو الحلول؟ شوف طبعا إحنا يعني على مستوى العالم، على مستوى سياسة، على مستوى أي يعني حتى سياسيين العالم لي صار بينهم اي شيء، اي خلاف وجهات نظر شيء، يقول له خل عندك روح رياضيه. صح. احنا الرياضيين ما صار فقدنا يعني، ما صارت عندنا روح رياضيه الحين اللي قاعد نشوفه، يعني نشوف الاوضاع الحين محاكم يعني مثل قال الحين اخوي عبد الله يقول فعل المشاحنات، مشان الوضع مو رياضي، الوضع مو صحي، يعني وضع قضايا ومشاكل وهذا. احنا المشكله الحين اللي عندنا مشكله اداريه، ما عندنا اوكي ما عندنا مشكله، فاحنا بس في شغله قاعد نقولها طبعا هي مو بس بالرياضه يعني بشكل عام، يعني معتقدين ان التسامح ضعف. غلط،
هذا يعني التفكير هذا تفكير ناس